إطلالات محتشمة لإمي سمير غانم، استلهمي منها إطلالتك في رمضان. نحتاج في شهر رمضان لإطلالات محتشمة وأنيقة لنطل فيها في العزومات والمناسبات الرمضانية. في هذا التقرير جمعنا لكم مجموعة من أفضل الإطلالات المحتشمة للفنانة إيمي سمير غانم لتستلهمي منها إطلالتك في الشهر الفضيل. خلال إحدى الحفلات الرمضانية اللي جمعت النجوم، اتعاونت إيمي مع الستايلست إيمان الخميسي، فأطلت بقفطان مغربي من تصميم صوفيا بن يحيى مزين بالنقوش الذهبية والفضية، ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الذهبي. وفي تعاون آخر مع إيمان الخميسي والمصممة صوفيا بن يحيى، أطلت إيمي بقفطان ذو أكمام واسعة جمع بين اللونين اللبني والزهري، وتزين القفطان بالورود الزهرية وتطريزات ذهبية مع حزام ذهبي مزين بالورود، ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الذهبي، أما شعرها فقد تركته منسدل على أكتافها. وأثناء مشاركة إيمي في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول في شهر رمضان، أطلت بقفطان موف مرصع بستراس فضي بشكل كثيف على الصدر، وتعاونت مع الميك أب أرتست دينا ديمتري ومصفف الشعر أحمد منير اللي اختار لها تصفيفة الشعر المموج للطل فيها في الإعلان. واختارت الستايلست إيمان الخميسي أنه تكمل الطلب بطرحة موف شيفون وهيد بيس فضية. كما أطلت في نفس الحملة الإعلانية الرمضانية بتوب فضي من كارديجان طويل باللون الأسود مزين بالشراشيب، واختارت لها الستايلست ريم العدل إطلالتها في هذا الإعلان، وبعباءة بيضاء مزينة بخطوط ونقوش بدرجات اللون الأزرق والأصفر. أطلت إيمي في إحدى الليالي الرمضانية ونشرت صورتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت إيمي وهي تضع طرحة على أكتافها جمعت بين اللون الأبيض والأزرق، ونسقت حقيبة سوداء كبيرة مع طلتها. كما اختارت بالطو أسود مزين بالتطريزات التراثية الملونة في إحدى إطلالاتها اليومية في رمضان، ونسقت معه بوت أسود طويل بكعب عالي. وفي حفل جوي أورد في الرياض كان الظهور الأول لإيمي بعد وفاة والديها، وتعاونت مع الستايلست مايا حداد، فأطلت بفستان أسود لامع طويل مع كاب مزين في نهايته بالريش الأسود من مصممة الأزياء فاطمة الشمري، واختارت مجوهرات مرصعة بأحجار خضراء من ديما جولاري، أما شعرها فتركته منسدل على أكتافها بشكل ويفي.